صباح الخير مشاهدينا، وعودة جديدة لبرنامجكم يوم في الخير. في الحقيقة حابة أن أنا أبدأ حلقتنا بكل الشكر لكل متابعينا طبعا اللي تواصلوا معنا على رقم البرنامج لتوقفنا لمدة أسبوعين. طبعا فعلا وحشتونا جدا، وإن شاء الله نرجع في برنامج يوم في الخير بأقوى الحلقات إن شاء الله. النهاردة مشاهدينا معنا فقرات عديدة ومتنوعة، ولكن في موضوع شديد الأهمية حابة أن أنا نركز عليه جدا، وهو انه زي ما احنا ما شايفين انه في الفترة الأخيرة انتشرت حالات الطلاق المتزايد. طبعا حالات الطلاق بتبقى الأسباب عدة، ولكن للأسف الشديد ان بيكون الضحايا هم الأبناء، وطبعا بيلجأ أحد الطرفين سواء كان اللي في يعني في إيده وضع الحضانة إنه يستخدمه كسلاح للطرف الآخر للضغط عليه. طبعا إحنا من خلال فقرتنا، أول فقرة لينا، هنناقش عن قانون الرؤية في الدول العربية، وطبعا بيشرفنا إن يكون معنا في مداخلة تليفونية المحامي الكويتي الشهير سيادة المستشار فهد المضيان. السلام عليكم سيادة المستشار فهد. يا اهلا وسهلا دكتوره مروه، وانا سعيد للامانه في تواصلكم واهتمامكم في نشر مثل هذه المواضيع التي من شانها الحد من ظاهره مجتمعيه سواء كانت عربيه او اسلاميه، وشاكر لكم هذا الاهتمام الله يحفظكم. اهلا وسهلا بحضرتك سياده المستشار، وبجد احنا متشرفين جدا بوجود حضرتك معانا في برنامج يوم في الخير. طبعا انا حابه ان انا ابدا مع حضرتك سياده المستشار عن بعض التساؤلات اللي بتثار، انه عارفين ان القوانين في الغالب هي متشابهه في الدول العربيه، وطبعا في الاونه الاخيره انتشرت فكره او ظاهره بعض الامهات اللي هي المقيمات في دولة الكويت بحرمان الآباء من حق الرؤية، من رؤية الأبناء أو العكس. ده طبعا بيكون ليه طبعا مردوده الشديد الخطورة على الأبناء، وده بيخليني أن أنا أروح لتساؤل هام جدا على قوانين الأحوال الشخصية ولا سيما قانون الرؤية، فياريت حضرتك تدينا نبذة مختصرة عنه. نعم أستاذة مروة، أنت الأمانة أثرتي موضوع هو موضوع مهم، ولكن نحتاج إلى أن أول شيء نوضح، نحتاج أولا إلى أن نوضح إلى أن قانون محكمة الأسرة الصادر في الكويت رقم 12 لسنة 2015 جاء ينظم هذه المسائل فيما يتعلق في الرؤية. الرؤية هذا يعني إجراءها القانوني يقدم في الكويت بصورة أمر على عريضة يقدم لقاضي الأمور الوقتية، وهو حق أصيل للأب رؤية أبنائه، ولا يجوز منازعته في هذا الأمر إلا إذا ثبت عدم أمانته على الأبناء. بالتالي الإجراء أو الخط المرسوم القانوني في هذا الأمر، يعني إحنا نتكلم يعني هذا مبدأ شرعي قبل أن نتكلم على أساس أنه قانوني. من حق الأب أن يتواصل مع أبنائه وأن يشارك في تربيتهم من خلال يعني تواصله الدائم معهم، ولا يجوز يعني أدبيا قبل أن نقول قانونيا أن يمنع من هذا الحق. ولكن توجد بعض القيود القانونية التي من شأنها أن تمنعه متى ثبت عدم أمانته. لذلك الأصل في الأشياء السلامة كما يشاء، والأصل أن لا يحرم الأب من رؤية أبنائه. طبعا نعم طبعا صالح. طيب يعني أنا لو رحت لتساؤل آخر سيادة المستشار فهد، إنه لو ماذا لو كان الأب مثلا متواجد في مصر والأولاد مثلا متواجدين في أي دولة عربية أو دولة الكويت، إزاي إن هو هيقدر يعني في رؤية أولاده، إزاي إن هو هيقدر ياخذ يعني إيه الإجراءات اللي هيتخذها؟ تمام. اولا فيما يتعلق في رؤيه الابناء، وهذه انت قاعد تذكرين نقطه مهمه دكتوره مروه، واشكرك جدا على هذا السؤال. شكرا جزيلا. الامر كالتالي، اول شيء انه لا يجوز للحاضنه ان تسافر في الابناء. تمام. لوجود حق متعلق في الغير وهو الاب في رؤيه ابنائه. تمام. الا باذن من المحكمه، ان تاذن لها المحكمه بالسفر فيهم، ولكن سفر مش سفر دائم.
هذا حتى لا يحرم الاب من رؤيه ابنائه. هذا الامر يعني احنا دائما بالقانون نناقشه ونحط تحت خطوط عريضه ان في حال سفر الام في ابنائها اللي هي كحاضنه لهم دون اذن الاب، هذا من شانها ان يسقط حضانتها للابناء. بالتالي اذا سافرت او الاب اذا كان مثل ما تفضلتي في سؤالك او في الفرضيه اللي قلتيها، اذا كان هو في مصر والابناء موجودين في الكويت، فاليوم نصير امام يعني مشكله قانونيه، لان المنازعه حدثت في الكويت والحكم صدر في الكويت والزوجين كانوا مقيمين في الكويت، بالتالي سفر الزوج بناء على رغبته هذا امر ثاني. يعني اعتقد انه يحتاج الى معالجه هذه النصوص، خصوصا وان كان القانون الدولي الخاص يعالج مساله تنازع القوانين فيما لو كانوا زوجين من دوله اجنبيه، يعني ما هو القانون الواجب التطبيق؟ فنعلم ان القانون يشير الى ان القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق، وان كانت قضيه المنازعه موجوده في الكويت، ولكن تحتاج الى بعض الاجراءات القانونيه التي يجب الدفع بها امام القضاء لتطبيق القانون المصري امام المحاكم الكويتيه، مثل ان يقدم قانون الاحوال المصريه امام القاضي مختوم ومديل من الخارجيه المصريه. وهذا امر يعني ما نقول فيه احنا امر مستحيل، ولكن امر فيه صعوبه. نعم استاذ مروان. تمام. طيب احنا عارفين برضو سيادة المستشار ان مسألة الحضانة دي بيبقى ليها سن معين، طيب ماذا لو يعني خشى احد الطرفين اللي هو من الطرف الاخر اللي حاضن للابناء على تغيير مثلا هويتهم الدينية او مذهبهم الديني، فماذا على الطرف الاخر القيام به او فعله؟ اذا ما طرأ مثل هذا الامر فهذا من الامور التي تجعل من الحاضنة غير أمينة أو غير أمين على الأبناء، لأن القانون يا أستاذة مروة والأخوة المشاهدين اللي يسمعون على الهواء ننتبه المسألة مهمة، القانون يستهدف مصلحة المحظون وليست مصلحة الحاضن، بالتالي فإن مصلحة المحظون هي محل اعتبار حتى في الفصل في الدعوة. فإذا ما وجد المدعي أو الأب أن 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 الحاضنة غير أمينة على الأبناء، فعليه مباشرة رفع هذه الدعوة أمام المحكمة، وعليه أن يقوم بإثباتها بما يدعمها بالأدلة، وإلا فلن تنظر الدعوة في الأقوال المرسلة. هذا يعني كما تعلمنا في أصول وقواعد التعامل مع مثل هذه القضايا. نعم استاذ. تمام. يعني احنا طبعا في النهاية بنتمنى ان ما يكونش فعلا حالات الطلاق او الانفصال بيؤثر بالتأثير السلبي على الابناء، وطبعا احنا يعني حضرتك مشكورة ان كنت متطوعا في الفترة الاخيرة للدفاع في قضية للمصرية المقيمة في الكويت والمصرة على حرمان اولادها من رؤية ابوهم اللي متواجد في مصر، وطبعا اللي تقطعت بيه كل السبل زي كثير من الناس ومعرفوش ان هم يرجعوا لدولة الكويت وسقطت إقامتهم بسبب أزمة كورونا. ونشكر حضرتك جدا سيادة المستشار فهد المضيان لوجود حضرتك معنا، شكرا جزيلا لحضرتك. أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا بتواصلكم، ونسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في الإجابة على تساؤلاتكم، وأنا سعيد جدا وأشكركم على هذه المداخلة وهذه الصباح. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا يعني احنا عارفين ان كتير جدا من المحاكم ومحاكم الاحوال الشخصيه ولا سيما ملف يعني قضايا الطلاق او الانفصال، احنا بنتمنى يا جماعه انه بجد ما يكونش احد الطرفين ياخد الاولاد كسلاح، لانه ده بيأثر بالسلب على يعني الحاله النفسيه للابناء. ممكن ان احنا نختلف خلاص استحالة العيشة، لكن الابناء ما يكونوش سلاح لقراراتنا احنا اللي احنا اتخذناها. طبعا معانا مداخلة تليفونية. تمام.
طبعا الموضوع يعني اكتر من هام، وممكن اي حد يشوفنا دلوقتي يعني يقول ايه مثلا الجديد او ايه اللي احنا هنعمله. لا يا جماعة، بجد احنا قدام ظاهرة بتتزايد كل يوم، بتنتشر كل يوم بطريقة اكتر، فالمفروض ان احنا نحد من الظاهرة دي. طبعا سيادة المستشار برضو فهد المضيان لمح لنا طبعا انه بيبقى قضايا الرؤية بالذات لما بيكون الاب او الام خارج او في الدول الاجنبية بيبقى اصعب طبعا من لما يكون في دولتهم. فاحنا طبعا بنتمنى انه رسالة فعلا لكل ام. تمام، ودلوقتي معانا مداخلة هاتفية للأستاذة ناهد صوان، أحد أبرز الشخصيات المصرية في الكويت والمعروفة بمساعدتها والوقوف بجانب المصريين في الكويت وتطوعها للدفاع عن قضاياهم. أستاذة ناهد مشرفانا وبجد منورانا ببرنامج يوم في الخير. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذة ناهد بجد مشرفانا ومنورانا ببرنامج يوم في الخير. تسلمي تسلمي، شكرا شكرا جزيلا، شكرا. طبعا أستاذة ناهد، أعمالك التطوعية والوقوف بجانب المصريين من الأشياء الجميلة جدا. طبعا أنا كنت حابة أن أنا أسأل حضرتك في البداية أنك تكلمينا عن الوضع المصريين بشكل عام في الكويت في ظل انتشار فيروس كورونا. والله احب اول شيء اطمن بلدنا الحبيبه مصر وبلدنا الحبيبه الكويت، الحمد لله احنا بخير وبسلام وهنا في امان والحمد لله رب العالمين. يعني الكويت واخده كل الاحتياطات بتاعتها وربنا يديهم الصحه والعافيه يا رب. يعني بجد احنا شرفنا احنا موجودين في بلدنا التاني الكويت. طبعا طبعا، ده يعني ربنا يحفظكم ويوفقكم دايما بإذن الله. أنا كنت حابة برضو يا أستاذة ناهد توضح لنا على أهم العلاقات الإيجابية اللي حضرتك شاهدتيها في دولة الكويت، وحابة إن حضرتك يعني تبرزيها كده أو توضحيها للسادة المشاهدين. والله يعني أنا بشكر أول شيء الكويت، بتمنى لهم السعادة والخير يا رب دايما. احنا الحمد لله رب العالمين، يعني كل مكان تروحي تلاقي فيه مساعدات، عندك النظام في كل مكان ما شاء الله عليهم. لو حد يعني انا بحكي عن تجربه ليا شخصيه وبشكر فيها دوله الكويت وامرنا الغالي امير الكويت الحبيب وربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. شرطه الكويت مثلا لو انت محتاجه اي حاجه ابص الاقي نفسي انا اتصل عليهم، لا قدر الله حصل البنزين عندي خلص من السياره اتصل عليهم في اي وقت، يعني في وقت الزحمه الكلام بص متواجد تلاقي ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. الشرطي ممكن هو يروح يجيب لك البنزين بنفسه ويرجع، ممكن ياخد حوالي نص ساعه في الطريق. فانا بوجه لهم التحيه والله من على منبركم يا استاذه مروه وبشكرهم كتير وربنا يحفظهم يا رب. يا رب ربنا يحفظكم وبالتوفيق يا رب دايما. ويعني أستاذة ناهد لو حضرتك برضو حابة ان انت توصلي رسالة معانا في برنامج يوم في الخير او اي يعني اي جملة كده ليكي معانا. بحب اطمن كل اهالينا في مصر ان احنا بخير وبسلام الحمد لله رب العالمين، وربنا يعدي الازمه بتاع الكورونا دي على خير يا رب. وبتمنى من الجميع من الجميع الحرص على الـ على الـ على حياتهم وعلى ان احنا يعني شويه في امور حظر وكده، بس دي في مصلحتنا. يعني انا بقول للجميع ان دي في مصلحتنا، وربنا يا رب يطمنا على عيالنا في كل مكان يا رب ويرجعنا يا سالمين رب لبلادنا، اللهم امين. يا رب يا رب، اللهم امين. وفي النهايه طبعا انا بشكر حضرتك جدا استاذه ناهد صوان، المحاميه المقيمه المصريه المقيمه بدوله الكويت واحد ابرز الشخصيات المصريه والمعروفه بمساعدتها والوقوف بجانب المصريين في الكويت. شكرا جزيلا لحضرتك استاذه ناهد. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع مع مقطع للمنشد اللاديني الشيخ أحمد أبو بكر، وهنرجع لكم تاني مع استضافة متميزة جدا لنجوم نادي إسمنت حلوان بالدلتا. انتظرونا.